نبلش ان شاء الله بالتشست اناتومي، لان لازم اعرف الاناتومي حتى اعرف شلون يبين بالاكس راي تشست. اول شي عندي هذه التراكيا، بعدين نشوف التراكيا شلون موقعها سنترال ذا تشست وول، بالسنترال مال الميديستاينا موقع التراكيا. شلون راح اعرف بالاكس راي هذه التراكيا؟ راح يدخل بداخله اير فراح يبين سواد، فهذه هي التراكيا. اجي بعدين لللانج، عندي تو لانج، رايت لانج والليفت لانج. الرايت لانج متكونه من ثلاثه لوب، لان عد بيها الهوريزونتال فيشر قسم لي الى ابر لوب، الابر لوب والميدل لوب. نشوف الابر لوب موجود بالابر بارت اوف ذا رايت لانج من الانتيرير، اكثر شيء بالانتيرير وابر كون. الميدل لوب نشوف اللور بارت مال الرايت لانج، هذا الميدل لوب، وهذا هنا عندي اللور لوب. نشوفهم طالع جزء بسيط منه بالنا فقط منطقة الكوستفرينيك انجل، موستلي موجود بالبوستيرير اللور لوب. الليفت لانج متكونة من كذلك تو لوب، عندنا ابر لوب موجود بالانتيرير هذا، واللور لوب بالبوستيرير، فقط جزء بسيط منه طالع بالانتيرير فيو. بين تو لانج محتضنة الهارت، هذا الهارت هنا هذا نشوفه. نشوف شلون الرايت بوردر اوف ذا هارت محتضنة الميدل لوب اوف لانج اوف رايت لانج. اذا صير لي اي باثولوجي بالميدل لوب اوف ذا لانج وتزداد الدنسيتي مالته، تصير مقاربة للدنسيتي مالت الهارت، بعد ما راح اقدر اميز البوردر مال هارت. وكذلك بالنسبة هناية للابر لوب، اذا صارت بي باثولوجي بمنطقة هذه اللينجولة هناية قريبة على الرايت بوردر اوف ذا هارت، بعد سوي لي اوبتيوز ما اشوف الليفت بوردر اوف ذا هارت. اللور لوب اثنين هنده نشوفهم قادات على الدايفرام، هناية نورمال جوا هناك وهناية الدايفرام. في اي باثولوجي باللانج تصير لي باللور لوب راح سوي لي اوبتيوز للدايفرام. هاي هناية نشوف عندي الرب، نشوف بالانتيريور ريب هنا هاي منطقة كوستر كارتليج. الكارتليج ما راح تبين لي بالاكس راي، فراح تطلع الانتيريور ريب وكأنه هاي الريب اللي ما مكملة لحد الاسترنم. هذه هسه هناية عندي اكس راي راح اجي اطبق عليها الاناتومي. هذه هناية بالسنتر نشوف هذه التريكية، شلون عرفت التريكية؟ بيها اير. هذه التريكية، هذه اللانج، نشوف هذه لانج رايت لانج وهذه الليفت لانج، دايفرام، هذا الهارت. ايد اجي اشوف اندل يا الانتيرير ريب يا البوستيرير ريب. قلنا الانتيرير ريب هذه الريب اللي ما مكمله منا بها نقص، هذا الفيرست ريب، هذا السكند ريب ما مكمل لان هنا عندي كوستال كارتليج. هذا الانتيرير بارت هو نفس الريب ببوستيرير بارت بانتيرير بارت، هذا الفيرست، هذا السكند، هذا الثيرد، هذا الفورث، هذا الفيفث، سكس، السفن، الايت. هذه شنو؟ انتيرير ريب. هذه هي ده نشوفها شلون ما مكمله. ليش ما كملت؟ لان هنا يعني عندي كوستر كارتليج، كوستر كارتليج ما راح تبين لي بالاكس راي. بوستيريور ريب قلنا ده نسوي لها كان تسوي لها جهة الرايت، لان الهارت ما موجود فراح اقدر احسبها بصورة صحيحة. هذا الفيرست ريب الشادو مالته الانتيرير، اتبعه حتى ندل البوستيريور، فهذا البوستيريور اول واحد بالبوستيريور فيرست ريب. خلف الكلافيكال راح يصير عندي السكند ريب، هذا الثيرد، الفورث، الفيفث، سكس، سيفن، ايت، 9 10. هذه بالنسبة للكاونت مال الرب. ليش اتعلم الكاونت مال الرب؟ لان بعدين راح يفيدني حتى اعرف هاي الاكس راي. باخذ هالبيشنت بالانسبيريشن، فول انسبيريشن روتين، لو بالاكسبيريشن منطينا تعليمات خطا. هذا الهارت مهم كلش نعرف كل شمبر مال هارت وموقعه وين بالضبط. بلش بالرايت بوردر اوف ذا هارت، راح اقسمه الى
أبر ولور رايت بوردر أوف ذا هارت. الأبر دا نشوف متكون منا هذه الأيورتا، هذه هنا السوبرير في نكابة، فأي شادو بالإكس راي راح يطلع من هاي المنطقة هنا راح يصير البالج من الهارت يبين بالإكس راي. سببه راح يكون سايلي في الدايليتيشن بالأيورتا، السندنج أيورتا ممكن انفولفمنت للأرش أوف أيورتا والدسندنج أوف أيورتا ويكمل هاي الجهة راح يطلع من ناية البالج، فهذه الباثولوجي صارت لي بالأيورتا. إذا أجي للور رايت بوردر أوف ذا هارت، من إيش متكون؟ متكون من الرايت أتيريوم، هذا هو الرايت أتيريوم. أي انلارجمنت راح يصير لي بالرايت أتيريوم راح يطلع الشادو مالته بالإكس راي بالج من الرايت بوردر أوف ذا هارت اللور، بل باللور بارت موجود. نجي للرايت فينتريكل، هذا هو الرايت فينتريكل. إذا نشوف الرايت فينتريكل مكوني اللور مالت الهارت، البيس مالت الهارت هو الرايت فينتريكل. فالرايت فينتريكل إذا صار بي انلارجمنت هو موجود بالانفيريور مال الهارت، فالانلارجمنت منه وكأنه راح يرفع الهارت لفوق، يدفع الهارت لفوق، فراح يتسبب لي برفع الابكس اوف ذا هارت. وين هي الابكس مال الهارت؟ هذه هنا عندي الليفت فينتريكل كون لي الليفت بوردر اوف ذا هارت، وهاي هنا منطقة الابكس، هذه الابكس. اذا صار لي انلارجمنت قلنا بالليفت بالرايت فينتريكل ممكن يرفع هذه الابكس هيج لفوق لان هو موجود بالانفيريور اوف ذا هارت. عندي هذه هناية الاوريكل of the left atrium، لأن normal atrium هذا هو موجود بال posterior part of the heart، طالع منه بال anterior فقط ال auricle، فقط هذه ال auricle بين عندي. عندي هذه هناية pulmonary tract وهي left pulmonary artery arch of aorta. نرجع على chamber of the heart، right border قسمناه إلى upper قلنا بالأيورتا والسوبريار في نكابة، أي dilatation راح يصل لي بالأيورتا ماس راح يطلع الشادو مالتها bulge من upper right border of the heart. يا ما عندي هنا يا right border lower right border of the heart بيمثل منه right atrium، أي enlargement بالright atrium راح يطلع الشادو مالته بالرايت بوردر اوف ذا هارت باللور. الرايت فينتريكل قلنا موجود بالانفيريور بارت اوف ذا هارت، فاذا صار بي انلارجمنت راح يرفع الهارت لفوق هيك. جينا للليفت فينتريكل قلنا يكون للليفت بوردر اوف ذا هارت بالابكس ويا الليفت فينتريكل. الليفت اتيريوم موجود بالبوستيريور اوف ذا هارت، فهنا بس الاوريكال تطلع. عندي بالموناري ترانك بالموناري ارتري هم كوين البورد ليفت بوردر مال الهارت، كذلك الارش اوف ايورتا. هذه هناية راح اشوفها بالاكس راي شلون تبين نفس تقسيمنا. اجي هناية اقسم الهارت الى جزئين، هذا الابر رايت بالايورتا والسوبرير في نكابة، اي باثولوجي بيهن راح يطلع الشادو هنا، خاصة الايورتا اذا صار بيها انيورزم دايليتيشن راح يبين هيجي. واللور قلنا مكونه الرايت اتيريوم، هذا الرايت اتيريوم اذا صار بي انلارجمنت راح يصير لي البلج هنا. الرايت فينتريكل ده نشوفه بالبيس اوف ذا هارت، فاذا صار بي انلارجمنت راح يرفع هذا الليفت فينتريكل اللي موجود فوقه او الابكس، فراح يرتفع لي فوق الابكس مال هارت، ممكن تبقى نورمال. هذا الليفت فينتريكل قلنا الليفت بوردر اوف ذا هارت، ليفت اوريكل اوف ليفت اتيريوم إن الليفت أتيريوم هذا مكانه بالبوستيريور بس الأوريكال طالعة بالأنتيريور، وهذه هنا البالموناري ترانك أرش أوف أيورتا. هذه إكس راي، هسه نجي نطبق الأناتومي اللي أخذناه على الإكس راي. هذه عندي تشيست إكس راي، أول شي بلين إكس راي، شلون عرفتها بلين إكس راي؟ ماكو أي كونتراست فهي بلين إكس راي. PA ما أخذها لأن normal heart size طالع، فإذا plain X-ray PA. التراكية نجي نشوف التراكية، هاي التراكية بالسنتر بيها air، عرفت هذه تراكية إذا
سنترال تريكي، اجي اشوف الريب تشيست وول من ضمنه البوني كيج والسوفت تيشو علق عليهم. هاي الريب اشوف ريب الانتيرير والبوستيرير اذا بيهن اي فراكتشر اي باثولوجي اعلق عليها، كذلك الكلافيكال بقية البون. السوفت تيشو دا نشوفه هنايا هذا اللي لونه رمادي، ما عندي اي اير بالتشست وول طالع، بس سوفت تيشو مصل هذا النورمال. بعدين ندخل على اللانك اشوف اللانك فيلد، هذه اللانك فيها اي اوباسيتي اي نوديول اي ماس اي كولابس صاير باللانك اعلق عليه. شوف الفاسكولار مال اللانك، هذه الشد الابيض هذا الفاسكولار مالت اللانك، بالاكس راي اسميها برونكو فاسكولار ماركن. هذه نورمال، ممكن يصير بها اكزاجريتد يعني انكريز ان برونكو فاسكولار ماركينج واضحه اكثر من النورمال، ممكن ديكريز البرونكو فاسكولار ماركينج. شوف منطقه الهايلر ريجن، هذه ايش موجود عندي بالهايلر ريجن؟ موجود عندي لف نود نورمال ما تبين، والبالموناري ارتري هذا الشادو مال البالموناري ارتري نورمال كونكيف البالموناري ارتري، اذا راح هذا الكونكيف يعني فد اب نورمالتي عندي بالبالموناري ارتري، والمفروض اثنينهن نفس الدنسيتي نفس اللون، الليفت سلايتلي اعلى من الرايت. بعدين انزل اشوف الدايفرام، دايفرام مفروض دو كون فيكس دوم ان شيب، الرايت اعلى من الليفت لان موجود عندي الليفر اعلى منه من 2 الى 2 سي ام مو اكثر، اذا اكثر يعني دايفراماتيك باراليسيس. بعدين اشوف هذا ناية كوستوفرينيك انجل، لازم 3 ما بيها اي فلويد، اذا صار بيها فلويد اكيوميليشن صار لها اوبتيوز دا نشوفها اكيوت دا نشوفها حادة، اذا صار بيها فلويد اكيوميليشن راح يصير هنا هيج اوبتيوز بعد ما تطلع لي واضحة، اذا فعنده بلورال فيوجن اعلق الكوستوفرينيك انجل 3 لو صايرها اوبليتريشن. كذلك هنا عندنا الستومك، الستومك الفندس مالتها بكمية من الاير غاستريك اير بابل، هذه هنايا نورمال تطلع بالاكس راي وين موجودة تحت الليفت دايفرام. اشوف بعدين الكارديوفرينيك انجل، شنو الكارديوفرينيك انجل؟ هذه الانجل اللي موجودة بين الابكس اوف ذا هارت وبين الدايفرام، هذه نورمالي اكيوت. اذا صار عندي رايت فينتريكل انلارجمنت قلنا هو موجود باللور بارت اوف ذا هارت، فممكن هاي الانجل تبقى اكيوت نورمال وممكن لا، هذه هنايا الهارت من يصير رايت فينتريكل بانلارجمنت راح يدفع الهارت لفوق، ترتفع الابكس لفوق فتزداد هذه الانجل، اما اذا صار لي ليفت فينتريكل انلارجمنت فراح يصير الابكس تنزل داونورد لجوه، فراح يصير لي اوبتيوز الهاي الانكل، يصير الهارت قاعد على الدايفرام، فعرفوا هذا ليفت فينتريكل انلارجمنت. بعد ما شفت الانكل اشوف هسه كاردياك سايز نورمال، لو صاير بكارديوميجالي كاردياك انلارجمنت، شلون اعرف صاير كارديوميجالي او لا؟ احسب الكارديو ثوراسيك ريشيو، هذا هنا ير diameter of the heart واحسب diameter of the chest، المفروض يطلع لي اقل من نصف، يعني الهارت ما ياخذ اقل من نصف، ما ياخذ اكثر من نصف الدايمتر مال الشيست، اذا صار بيساوي نصف او اكثر يعني عندي كارديو ميجالي، هذا هو الهارت الدايمتر مالته وهذا diameter of the chest. اجي اسوي assessment للبوردر مال الهارت بالاكس راي، بلش من الرايت أبر بوردر قلنا بيه الأيورتا والسوبريار في نكابة، هذا النورمال إذا لقيت فد أب نورمالتي بالج صاير شادو هنا طالع بالإكس راي من الأبر بارد، فهذا سببه دايلتيشن بالأيورتا، يا أما راح يصير لي رايت لور رايت بوردر أوف ذا هارت، إذا هذا هو الرايت أتريان فهو اللي مسوي إنلارجمنت، رايت فينتريكل قلنا موجود بالبيس، إذا صار بي انلارجمنت راح يأثر على الكارديوفرينيك انجل، لو تبقى اكيوت لو راح انكريز لأن هو بالبيس فهيج الانلارجمنت مالته
يرفع الهارت لفوق. هذا الليفت فينتريكل قلنا يكون لي الليفت بوردر اوف ذا هارت. اذا صار بي انلارجمنت راح يصير داونورد، هذه الابيكس تنزل اللي جوه، فيصير الهارت قاعد على الدايفرام. هذه هنا عندنا الاوريكل مال الليفت اتريا بالموناري ترانك والارج اوف ايورتا. نسوي فد علاقة بينهن وبين الرب، نحسب الرب الانتيريور الفيرست سكند ثيرد الفورث. هذا الفيرست التركوستال سبيس، هذا السكند، هذا الثيرد التركوستال سبيس. الارش اوف ذا ايورتا مقابل الفيرست انتركوستال سبيس، بالموناري ارتري مقابل السكند انتركوستال سبيس، والاوريكال هذا الاوريكال صاير مقابل الثيرد انتركوستال سبيس. فإذا لقيت بالج هنا بالليفت سايد بالأبر بارت أوف ذا هارت أشوف العلاقة ويا الانتركوستال سبيس. إذا مقابل الفيرست انتركوستال سبيس فهذا من الأيورتا، إذا بادي من السكند انتركوستال سبيس هذا بالموناري أرتري، إذا مقابل الثيرد انتركوستال سبيس هذه هنا الأوريكال مال ليفت أتريوم، يعني صاير لي انلارجمنت بالليفت أتريوم. إذا نرسم خط من الارش اوف ايورتا انزله لجوه للهارت للابكس، بنشوف هذه هنا عندي منطقة كونكيف بالهارت، الليفت بوردر اوف ذا هارت بي كونكيف. هذا الكونكيف شنو اللي مكون ليه؟ مكون ليه هذا الاوريكل اوف ذا ليفت اتريا والبالموناري ارتري، هذا الكونكيف اللي عندي. إذا صار لي اللارجمنت بواحد من هذين الاثنين راح يصير البالج هيجي راح يطلع، فهذا الكونكيف راح يروح يختفي، فراح يصير لي left border of the heart عدل straight، ما بي كونكيف، نسميه straight border of the heart or straight sign of the left border of the heart. نتيجة enlargement صارت لي بالليفت اتريا، هاي الاوريكال صار بيها بالج وراح لي هذا كونكيف. كذلك إذا عندي بالموناري ارتري هايبرتنشن صار بي دايليتيشن. هذه أظن هنا نفس الإكس راي والأناتومي. لاترال فيو مهمة، إذا نأخذ لاترال إكس راي قلنا هذا الهارت نشوفه، نشوف هذه هنا فات، لأن نورمال الهارت قاعد على فات باد، سو بروتكشن للهارت. عندي بين الاسترنام بين الهارت سبيس هذي ريترو استرنال سبيس، ما بي اي شي بس اير. وعندي هنا بين الهارت بين الفيرتبرال كولوم ام سبيس سمو ريترو كاردياك سبيس، هاي هنا واضح بالاكس راي، هنا يا هذا الريترو استرنال سبيس هذا هنا الريترو استرنال سبيس، posterior للهارت نشوف الريترو كاردياك سبيس. نجي للايورتا نشوف هذه الاسندنج ايورتا الارش اوف ايورتا عابر على الاسوفيجاس، وصاير بعدين هاي الديسندنج ايورتا posterior للاسوفيجاس. فالايورتا الارش مالت راح يسوي لي اندنتيشن بالاسوفيجاس لان ماشي عليه، كذلك الليفت برونكاس والليفت بالموناري ارتري مسوي لي اندنتيشن بالاسوفيجاس لان عابر عليهم. الهارت قلنا بالبوستيريور مين اللي موجود عندي الليفت اتريا، فالليفت اتريا هم راح يسوي لي اندنتيشن بالاسوفيجاس لين مرتجي على الاسوفيجاس. هذه هنا بالاكس راي بين لي بشكل واضح، هذا دا نشوف اسوفيجاس سويت له ستدي وذ باريوم سوالو، ماخذت له اوبليك اكس راي بين لي الاسوفيجاس. دي هذا ارش اوف ايورتا الاندنتيشن مال ارش اوف ايورتا، هاي هنا الليفت برونكاس والليفت بالموناري ارتري، هنا الليفت اتريوم. اذا صار لي انلارجمنت باي واحد من هاي الستركتشر فاكيد راح يسوي لي كومبريشن للاسوفيجاس، فراح يزداد هذا الاندنتيشن الموجود. وحده من البرزنتيشن للليفت اتريوم انلارجمنت هي الديسفيجيا، ليش؟ لان راح يسوي كومبريشن على الاسوفيجاس ويزداد هذا الاندنتيشن. هاي هنا نفس الصوره، هذا عندنا الريتروسترنال سبيس مهم، retrocardiac space هذا الهارت، هذه هم anatomy.
هذه الصور كلها اناتومي.